حقيقة الأمر اليوم الكويت تعيش في جو مختلف، جو في نوع من أنواع التفاؤل، خاصة بعد الإنجازات اللي تمت في الآونة الأخيرة من قبل الأخوة النواب، ويعني استجابة السلطة لمطالب النواب التي أطلقت من بداية هذا المجلس. اليوم نحن في عهد إن شاء الله جديد وتفاؤل، نسأل الله عز وجل أن يحقق لمثل هذه البلد الأمن والأمان والرخاء والاستقرار. نطلق إن شاء الله بإذن الله شعارنا الانتخابي في الفترة القادمة، ونقول أنه بإذن الله بعد ما تم في الآونة الأخيرة من إنجازات حقيقية ومن تخلص الكويت من يعني رموز الفساد الذي تم يعني عاشت الكويت في الفترة الماضية، ومن رحيل الرئيسين الشعار الذي أطلق في قبل سنة ونص تقريبا، نتأمل أن نعيش في فترة جدا يعني ممتازة في الفترة القادمة، جدا فيها تفاؤل، فيها إن شاء الله بإذن الله نوع من أنواع تحقيق الإنجازات التي يطمح لها الشعب الكويتي والتي طال انتظارها وتم تهميش المواطن ومطالباته في جميع قضاياه، وليست قضية دون قضية أخرى. لذلك أطلق بعد ما تكلمت في مع الأخوة الصحفيين، أطلق من هذا المكان أنه إن شاء الله بإذن الله أنه بعزم وثبات في الفترة القادمة سوف نحقق المستحيلات للكويت وأهلها بإذن الله. شكرا أخواني.